في الحقيقة درنا هذا الدوري هذا باش نعطيو إشارة لأن النادي القنيطيري نزل القسم الوطني ديال الهوات في الوقت اللي كانت مدينة القنيطرة عندها فريق يقام له ويقعد عنده تاريخ كروي اللي من 1938 هو باش تخلق ودب بزاف ديال البطولات. كنذكر في 1981 1982 دا الشامبيونو ديال المغرب لسنتين متتابعه وعطى لعابه جد مهمين في المنتخب الوطني، وكان عندنا اكبر هداف اللي كان هو محمد البوساتي. ف انا كنظن بهاد نقيم بحال هاد الدوريات، هادي راه ماشي دوري مناسباتي لان كاين السي الشعبي، انا كنت اقترحت عليه باش نعطيو واحد الانطلاقه للكره القدم في مدينه القنيطره اللي كنعرفوا بان هشام دقيق اللي هو ديال المنتخب الوطني الكره المصغره والميني فوت، يعني مدينه القنيطره عطات لعابه كبار في الميني فوت وكتحكم حتى في التدريب ديال هاد الفريق الوطني المغربي في الكره المصغره. فبالتالي قلنا نعطيو هذا الدوري هذا اللي غيكون ديما غيتكرر، وكنقولوا بان حباده يكونوا ناس اخرين في مدينه القنيطره اللي يقوموا بهذا سميتو الالعاب من اجل التشجيع والنهوض بالرياضه في مدينه القنيطره. وخصنا كذلك نهتموا بالرياضه على المستوى الدراسي لان كانوا الالعاب المدرسيه اللي كانت كتعطي حتى هي العاب الفريق ديال الباسكت ديال الهوند ديال الفولي ديال، يعني خص ديناميكيه جديده شعاع جديد لهذه المدينه على المستوى الرياضي اللي كتفتقد فيه، يعني غنبداو من زيرو. فبالتالي كنظن التشجيع بحال هذه المبادرات الرياضيه هي ما يمكن لها غير تصب في النمو الرياضي في هذه المدينة. ومني قلت الألعاب ديال القرب ولا الألعاب الرياضية الأخرى، فتفجير الطاقات الرياضية كتكون منبع و يعني كتعطي اللعابة اللي يمكن لهم يلعبوا ويهزوا بالراية المغربية والفريق ديال مدينة القنيطرة. كانت ديما الفكره ديالي تنبغي اما مباشره اما بكيفيه غير مباشره تنامن بالرياضه للشباب، يعني كانوا يعني كانوا في المدرسه او لا خارج المدرسه مثلا في العطل، وهو الشباب خاصو يتعطى للرياضه، وطبيعي الشاب ديما تيبغي يلعب الكره اساسا كرة القدم، ولكن حتى حوايج اخرين ورياضات اخرى ماشي غير هادشي، بزاف ديال بحال السباحه بحال بزاف ديال الرياضات، وخاص المسؤولين اللي عندهم الميزانيات يخدموا في هذا الاتجاه. الوغ من الجهه انك تقبض الشباب عندك تتميتريزيهم من ناحيه ديال التربيه، ومن ناحيه اخرى تتخلق ابطال بالنسبه للمستقبل. فملي تيكون عندك ابطال الا والفريق ديالك في اخر المطاف، هذا كان هو السؤال ديالك، الا في اخر المطاف تيكون عندك فروق في كره القدم وفي جوايه اخرى تيكونوا ناجحين زعما عبر يعني عبر الميدان اللي هو وطني، وبعد مرات حتى تيبداو تنشوفهم تيتبعوا تيقلبوا عليهم نوادي اوروبيه خارجيه بصفه عامه بحال مثلا دول الخليج وتياخذهم. فخاصنا نكثروا من هاد الملاعب والقوه وهاد المباراه تيلهيو الناس وتيفرحوا. تنشوف بحال دابا اليوم شحال فرحانين فين ما تنظم بحال هكا شي دوري، تنشوف يعني في العيون ديال دوك اللي تيلعبوا واللي تيجي يتفرجوا تيكونوا فرحانين بحال المهرجان. حنا عندنا الناس القدام ولا المواسم بحال داك الشكل، تماما بحال داك الشكل. اش غنقول لك بعد الامكانات اللي عند المجلس البلدي، تعرفوا عندنا ميزانيه لا باس بها غادي تصرف كلها حتى الدرهم الاخر في لابروموسيون ديال الرياضه، يعني غتستثمر كامله في الرياضه ولا الرياضيين والناس اللي تيبغيو الرياضه ما فيهم معلوم النادي القنيطري. واكيد ان هاد الشيء اللي وقع واللي ذكرتي قبيله ديال نزول القسم الهوات
وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربما ان شاء الله غادي نتحزموا وربما الجامعه غادي تكون عندها ناس اللي غادي يكونوا يعني فهموا هذا الموضوع وغادي ان شاء الله يستثمروه باش لا الكوميتي ولا الرئيس ان شاء الله يكون في المستوى. انا كبلدي ان شاء الله غادي نكون في جنب نادي القنيطري وفي جنب جميع الناس اللي عندهم نوايا ديال الصداره في الرياضه. غادي ان شاء الله نكون بجهدي بالامكانيات ياسر غادي تعطيني الجامعه. بعيدا عن البلديه وين واش دابا النادي القنيطري تحول الى شركه بس فوجي السابين ساعد انه شريت الزاكسي شريت تنقلب نشري في الوداد. عندي واحد صاحبي سميتو سعيد النصيري وتنقول له قتاش غنطلقوا لنا لي زاكسيون باغي بعدا ديجا نشري ديال الوداد. الله اعلم علاش معطلين، مي معلوم غادي نشري، معلوم ماشي هو معلوم غنشري، مي ماشي هو هذا المشكل. بلاكس الا كانت 100 درهم بحال اللي حاطينها دابا لا ماشي هو هذا المشكل. المشكل وهو تولي، مي حنا دابا مازالين بعد مالوغوزمون على هذه الحقيقه، مي اكيد ان يمكن لها تولي وان هذا هو الحل، هو ان النادي يولي نادي، يعني يولي نادي بحال النوادي اللي كاينين في العالم. وملي تيكون بحال هكا تيتعطروا امكانيات خارقة للعادة، تيوليو يشوفوا المدخول ما تيبقاش عوانين غير على مسائل بحال الجامعه تعطيهم وهادو يعطيهم وهادو يهديو ليهم وهادو، تيولي الواحد تيضرب على راسه. هذا الشيء عطى نتائج، عطى نتائج، دونك خصنا ان شاء الله نطبقوها في المغرب. ما فيها لا خش لا والو.